بسم الله الرحمن الرحيم. من قناة عبود للزراعة نبدأ اليوم بفيديو عن نبات الطماطم أو البندورة. وفي الفيديو السابق قمت بعرض هذه الشتلات أو شتلات البندورة، والآن أقوم بعرضها بعد فترة بالإضافة إلى بعض الرعاية التي قمت بها. هذه النبتات قمت بعرضها في السابق وبدأت تظهر الزهور كما نرى وكبرت، وقمنا بصناعة مصطبة لها، حيث أن المصطبة كانت بهذا الشكل ونحتاج إلى التسميد. وفي هذه الفترة يوقف التسميد ويوضع عالي البوتاس، وذلك يوضع عالي البوتاس لزيادة وزيادة حجم الحبة، زيادة حجم الحبة. كما نرى الأوراق جيدة واللون مناسب ولا تحتاج إلى أي تسميد، ونبقى على التسميد السابق، نبقى على التسميد السابق. قمت بعرض هذه المصطبة، قمت بوضع التراب عليها، على هذه المصطبة، وأصبح المهاد للنبتة مناسب، والنبتة بشكل جيد، أوراقها مناسبة. وفي هذه الفترة نضع MBK عالي البوتاس، MBK عالي البوتاس، وبالإضافة إلى قليل من الفوسفور. وباعتبار MBK هي نسبة الفوسفور فيها مناسبة، لذلك نضع MBK عليها، ونضع MBK عالي البوتاس لزيادة البوتاس لتكبير حجم الثمرة. نبدأ كما قلت، وسنرى هناك مجموعة من الزهور بدأت تظهر، وهي كما نرى عنقود من زهور الطماطم أو البندورة، وهي بدأت بالعقد، بدأت بالعقد قليلا، بدأت بالعقد قليلا. أيضا يجب أن كما قلت يجب أن نراعي بعض الظروف، وهي أن لا نسقي النبات إلا في المساء أو الصباح، وذلك حتى لا تتضرر هذه النبتات. والسقاية تكون منتظمة، وحتى لا تتساقط الزهور، لا تتساقط هذه الزهور. إذا بدأت الزهور بالظهور، وقليلا بدأ العقد، لكن سيكبر هذا العقد. النصيحة هي أن تقوم بصناعة نبتات البندورة كصناعة، أن تصنعها في البداية بشكل مناسب، حيث أنك تحافظ على نسبة كمية الأوراق أو كمية الأوراق الخضراء بوضع مادة النترات في البداية حتى تكبر هذه الشجرة أو النبتة لتعطي ثمارا كثيرة. وأراهن على أشياء وسأشرح بعض الأشياء. فعندما تكون النبتة صغيرة وليست كبيرة، فإن إنتاجها سيكون أقل، إن إنتاجها سيكون أقل. فنرى أن هذه الشجرة ستكبر وسيكون إنتاج أكبر. إن كانت شجرة صغيرة، إن كانت كلها وحجمها لا تفي بالغرض، لأن ثمارها ستكون صغيرة وقليلة. لذلك أضع بين يديكم هذه النبتات، وسنراها في حلقات قادمة إن شاء الله، وتكون في تلك الحلقات تكون قد بدأت بالعقد، بدأت بالعقد. إذن بدايات ظهور الزهور بهذا الشكل. نواصل
السقاية ونضع الفوسفور في هذه الفترة والبوتاس حتى يصل في المرحلة القادمة للعقد وتكبير الثمرة. كان معكم ريف حلب أبو العيسى، أشكر متابعتكم وإلى لقاء قادم وفي فيديو جديد مثل هذا أو تكملة لهذا الفيديو وتكملة لرعاية نبات البندورة ومعرفة كيفية إثماره. شكرا لكم وإلى اللقاء.